ثم كلمة سيد عجمي من حركة النهضة على موضوع انتخابات. أنت يعني إيش تحب تقول للمترشحين الآن؟ يعني تحب تخذلهم بمعنى أنه لا فائدة، أم أنه ضرورة الدفع أكثر في اتجاه فرض واقع سياسي يضمن الحد الأدنى من التنافس السياسي حتى تكون واضحة؟ باش كل أمور واضحة، إذا أنت مش شارك في الانتخابات، اللي حبي يشارك يشارك، أم تشارك راك تحت خيمة دستور قيس سعيد، مش كل أمور واضحة. 2022 ستشارك في الانتخابات من هيئة غير مستقلة عين قيس سعيد، وتأتمر بأوامره، ستقبل نتائج هذه الانتخابات. فهمتني ولا لا؟ ثلاثة، أنه بعد المشاركة في هذه الانتخابات أنت مدعو أنك تشارك في انتخابات مجالس قادمة وكذا وكذا. فأنا أقول لك لازم الإنسان يعرف وين يحط ساقيه. أنا بالنسبة لي بكل وضوح، ما عشناه في 65 سنة من الجمهورية، نعم كانت هناك مؤسسات، كان هناك استبداد لا شك. اليوم نعيش انقلاب حقيقي على جميع مؤسسات الدولة وعلى قيم الجمهورية. اليوم انقلاب على الديمقراطية، قبل ما ثم الديمقراطية لا شك. أي؟ لا شك. والآن انقلاب على الدولة التونسية، لأنه انقلاب على الدولة التونسية. يا سيدي الكريم، يعني الآن سيادتك تحدثت على سيادة القرار الوطني، وأنا حكيت الآن، ممكن تفسر لي شنو الاجتماع هذا اللي التوانسة ما عرفوا شنو بالضبط؟ والإعلام لم يتحدث أصلا. لا، حتى صفحته هو. أي طبعا، صفحته جزائر وتونس وليبيا التي لم تدعو لها، معناها دعا لها الرئيس، رئيس الجمهورية الجزائرية الأستاذ عبد المجيد تبون. تبون. طيب إيه إحنا شنو في المولد هذا؟ تنسيق يقول لا لا ايه ابوك. شوف بعد ليبيا شنو عملت، ليبيا شنو يعني. لو تقول مثلا اجتماع تنسيق اقتصادي افهم، اخرج الناس يقول احنا تنسيق اقتصادي لان متقاربين جيران اساس لاساس، نفهمك. لو تقول معناها تنسيق معناها باش نعاونوا تونس، لان زوز دول والحمد لله معناها ربي نايب عليهم وكذا، معناها باش يكون معناها وقفه تضامنيه، نفهمك. لو يكون تنسيق من اجل محاربه الهجره معناها الغير الشرعيه، نعم هذه. واحنا منين قاعدين يجينا الشيء هذا؟ هاو السؤال، منين قاعد يجي؟ خلينا نرجعوا له في الموضوع. لا، حبيت نقول نعم. لك سؤال مهم جدا. معناها بالنسبه لي انا الشعب التونسي مش عارف هذا الاجتماع لواش صار ولواش جاو ولواش مشاو، وما نعرف حتى شيء. لمصلحتنا واش ربحنا؟ واش دخلنا واش خرجنا؟ لا، لانه حاجه مساله مهمه جدا. نعم. ماذا قال الرئيس تبون؟ وأنا أستمع إليه بكل انتباه. قال تونس تمرض تتعب، لكن قيس سعيد وتونس ما تسقطش. واضح؟ نفس الشيء يوم الاستفتاء قال إحنا إن شاء الله الاستفتاء يكون وكذا وكذا. فأنا بالنسبة لي واضحة الرسالة، واضحة جدا الرسالة. وأنا أفهم، شوف أي جسم سواء كان فرد، نعم، مؤسسة أو دولة، يكون متدين عنده دين لا يملك قراره. أي جسم يكون الوضع غير طبيعي مريض لا يملك قراره، وقيس سعيد لا يملك قراره. خلينا نمشي إلى